استعدادا لبطولة جمال الخيول العربية، وبعد انضمام العراق للمنظمة الدولية للخيول، يعمل مربو الخيول في محافظة ميسان على الاستعانة بالخبراء المصريين لتدريب خيولهم على معايير الجمال الأساسية. تدريب الخيل وتجهيزها على أكمل وجه حتى المنافسات مع جميع المرابط المتواجدة في العراق، لأن رياضة عرض الجمال بدأت تظهر بصورة قوية في العراق في آخر سنتين. تم تحضير بطولة مسبقا في أربيل وشاركت الخيول العراقية وأحرزت نتائج كويسة، وإن شاء الله نطمح أن احنا نحقق نتائج في البطولة الجاية إن شاء الله في مربط العاديات ومربط علوان إن شاء الله. الخيول اللي قاعدة أدربها هم في خطين، في خط مصري وفي خط ميكس. حاليا في مربط العاديات ومربط الحج علوان حج ميسم الخيل مصرية، بيعتمدوا على الخيل المصرية البيور، نسبها بيكون مصري بيرجع لأقدم يعني أسرات قديمة جدا. غير الخيل المكس، الخيل المكس بتكون دماء مفتوحة. مشاركة اللي راح نشارك بيها إن شاء الله هيكون على يومين، أول يوم بتكون للخيل المصري، الخيل المصري البيور، ثاني يوم بتكون للمكس. بتكون في منافسات طبعا جميع الأعمار جميع الفئات، نفس التحكيم بيكون على يومين. التحكيم في مباريات عرض الجمال بيكون على 5 نقاط، اللي هي الهوية العربية، الموفمنت اللي هي الحركة، التيب لخط الظهر، القوائم، والرأس والعنق. ويعتمد الحكام في التقييم على 5 معايير أساسية: الحركة وجمال الرأس والرقبة والجسم وخط الظهر والقوائم والهوية العربية للحصان. ويعد النظام الغذائي الصحيح دورا للمدرب في برنامجه الغذائي كالأكل في مواعيد ثابتة والفيتامينات والأملاح المعدنية وحقن المقويات جزءا أساسيا في إظهار جمالية الخيل العربية. يحتوي هذا المربط على أفضل أنواع الخيول العربية ذات الدماء النقية اللي استوردناها من دول الخارج مثل مصر، مربط بستار في أمريكا وغيرها. كنا احنا نمتلك خيول داخله بصفه غير رسميه مثل الخيول الايرانيه او غيرها. هسه الحمد لله والشكر العراق مقبل على تربيه الخيل العربيه مثل ما كانت بالعهد السابق، وانضمت المنظمه العراقيه لمربي الخيول العربيه، المنظمه لإيكاهو، المنظمه الواهو العالميه، والحمد لله والشكر مستعدين للبطوله وإن شاء الله نحصل على المراكز الأولى. الخيل تعتمد على مثل دولة مصر خبرتها قوية مثل التدريب، لجان التحكيم غيرها. العراق اليوم مدرب العرض قليلين، يعني نحسبون عد الأصابع بالعراق. بالنسبة للحكام اللي يقيمون الخيل، خيل خط الجمال العراق كله يمكن بي 1-2. اعتمدنا نجيب مدربين من خارج القطر مثل أحمد من دولة مصر وعبد الله من دولة مصر وغيره. اليوم محافظة ميسان تحتوي مربطين الحمد لله والشكر من أجود الخيل الموجودة بالعالم. قمنا مهرجانات محلية للخيل جمال الخيل العربي، شاركنا ونظمنا يعني وصارت منافسات بين محافظات وهاي، بس كنا نفتقر إلى المهرجانات الدولية بسبب أن العراق ما كان داخل من ضمن المنظمة الإيكاها والمنظمة الواهو الخيول العربية. كل الدول بها مشاركات يعني بطولات تصير منافسات، العراق ما كان من ضمنها. الآن يعني مساعدة بعض المرابط المعروفة والمهرجانات اللي حصلت، المهرجان سومر الأول بالعراق بعد انقطاع فترة كبيرة في هذا الصنف الجمال بالمشاركات. فاليوم من رجعنا لهذا الشيء واختنينا الخيول المسجلة مشاركة في المهرجانات العالمية، فالعراق ما بي مدربين عالميين يعني ما داخلين مهرجان عالمي. فالمصر عندك مدربين مصريين مشاركين ومدربين خيول جمال ومشاركات عالمية، يعني من يريد نشارك كبداية العراق دخل في هذا السباق العالمي لازم تجيب مدرب مصري لأن صاحب خبرة أكثر.
واتسعت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتناء الخيول العربية وتربيتها في مزارع خاصة، وبعضها فتحت أمام المواطنين الراغبين بالتعرف على الخيول وتجربة امتطائها لزيادة الوعي تجاه الخيول العربية وعلاقتها بالتراث والعادات والتقاليد. لبرنامج صباح دجلة، حيدر الساعدي، ميسان.